بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the General Secondary Certificate, welcome back to your program مدرسة على الهواء Chemistry Sessions. Today إن شاء الله we'll continue our discussion about the galvanic cells in chapter 4. Today إن شاء الله we'll take the types of galvanic cells. إيه أنواع galvanic cells اللي بنتعامل معاهم؟ خلي بالك إن إحنا عندنا من الgalvanic cells نوعين. ما تنساش إن الgalvanic cell كانت بتحول من chemical energy لelectric energy, يعني produce current. طيب يبقى انا عنواني النهارده types of galvanic cells. types of galvanic cells. ايه نوع الgalvanic cells اللي عندي؟ في نوع اسمه primary galvanic cell, في نوع اسمه secondary galvanic secondary galvanic cell. ايه الفرق بين النوعين؟ هنعمل زي comparison خفيفة كده starting, وبعد كده هنكمل details كل نوع. اولا النوعين بيحولوا من chemical energy to electric energy, ده النوعين. هنا through spontaneous, خلي بالكوا في الاتنين, spontaneous redox reaction, ده في النوعين. طيب هنا irreversible, يعني ال spontaneous redox reaction غير ارتجاعي, يعني can't be recharged. هنا reversible يعني can be recharged. يبقى انا عندي كده النقطة الرابعة في المقارنة ما بين الاثنين, دي can't be recharged وهنا rechargeable, هنا قابلة للشحن. طبعا انا ممكن اكمل الكمباريزن بتاعتي باكزامبل. هنا اكزامبل عندي dry cell, زي البطارية القلم العادية دي بتبقى primary. السكندري الاكزامبل عندي هنا, ده الاكزامبل. هنا الاكزامبل بتاعي الكار باتري, بطارية العربية بتتشحن تاني. يبقى انا كده عملت مقارنة بين primary cells والgalvanic cells, واديتكوا فكرة عن الشكلين الاقتصادي انا ناوية اشتغل ازاي. هنبدأ مع بعض نشرح primary سيلز بتفاصيلها, يعني هنتكلم عن البروبرتيز بتاعتها, ايه الادفانتجز, ايه هي مميزاتها, هناخد وندرس اكزامبلز ليها. تعالوا نبدا مع بعض النوع الاولاني اللي هو البرايمري سيل. تعالوا نشوف كده مع بعض البرايمري سيل بتتكلم عن ايه وايه قصتها. خلي بالك اللي انا قدمته في الخمس نقط دول لو خدنا اول اربعه منهم انا اعتبره ديفينيشن للبرايمري سيل. يعني لو سألتك define primary galvanic cell هتقولي أولا هي system convert من chemical energy to electric energy, number two through spontaneous redox reaction, number three it's irreversible reaction so it can't be recharged. يبقى أنا لما وقفت عند نقطة أربعة أنا كنت بقولك definition, يبقى أنت كده مش محتاج تحفظ, أنت خلاص بقيت فاهم primary cell عاملة إزاي. طيب إحنا هنتكلم على الادفانتجز اوف برايمري سيل. يبقى انا دلوقتي عندي advantages of primary cells. ايه مميزات البرايمري سيل؟ اولا الميزه اللي فيها ان هي store energy, هي بتخزن الانرجي, بمعنى ان انا لو اشتريت البطاريات وما استعملتهاش الانرجي موجوده فيها, وانس ما هستعملها هتبتدي الانرجي تشتغل, يبقى ستور انرجي, ادي اول ميزه. الميزه الثانيه انها سمول ان سايز, معظمها سمول ان سايز, معظمها بورتبل, قابل للحمل. خلاص يبقى portable, قابلة للحمل. خلاص كده يبقى دي الادفانتجز. الديس ادفانتجز العيوب,
إنها has no economic value، يعني كاقتصاد هي فلوس مرمية، أنا وانس ما هتخلص البطارية هرميها، هي دي يعني has no economic value، ملهاش قيمة اقتصادية، بمعنى ان انا مش انا اشتريتها ودفعت فيها مبلغ، المبلغ ده انا لما اشتريتها واشتغلت بيها وانس ما البطارية فضيت خلاص انا هرميها، يبقى كأنها فلوس انا برميها في الارض. فدي من اكتر عيوبها اللي هي ال disadvantages بتاعتها. طيب ال examples بتاعتي امثلة ال primary cells اللي انا هدرسها في شغلي، انا هدرس عندي number one المركري cell، number two الفيول cell. الحقيقة المركري cell طول عمرها بتدرس في منهج الثانوية العامة، فيعني أسئلتها كانت كتيرة. الفيول سيل نزلت في المنهج من فترة قريبة، فهي بتبقى يعني مقترح إنها تبقى موضع أسئلة كتيرة، لأنها لسه ما يعني ما تمش عليها أنواع كتيرة من الأسئلة. هنبدأ مع بعض نتكلم على الميركري سيل. أولا أنا عايزاكم تاخدوا بالكم إن الميركري سيل هي البطاريات بتاعة الإيرفونز، سماعات الودان والووتشز، اللي هي البطارية المبططة اللي بتلمع الفضي دي، اللي عاملة شبه الجنيه الكوين، شبه الكوين كده، شبه العملات. الميركري سيل دي هنبتدي مع بعض، هي ليها طبعا رسمة كومبليكيتد جدا في كتاب المدرسة، لكن احنا هنعمل لك هنا رسمة مبسطة تقدر بيها تريبريزنت الميركري سيل وتاخد درجاتها. اولا الرسمة لازم تشو فيها الانود والكاثود والالكترولايت، واذا كان في كومبوننتس زي مثلا الكونتينر اللي فيه الانود والكاثود والالكترولايت. تعالوا نشوف مع بعض رسمة الميركري سيل. بصوا كده معايا، انا هرسمها لكم في يعني بشكل مكبر عشان تقدر تستوعب الشكل عامل ازاي. يبقى انا هتكلم دلوقتي على نمبر 1 الميركري سيل as an example for، دي كاكزامبل للبرايمري جالفانيك سيلز. الميركري سيل عندي اولا هي عبارة عن ستيل كونتينر، شكله عامل زي بوكس وليه غطا، طبعا اللي فوق ده كاب غطا، يبقى ده ستيل كونتينر وذيس از كاب غطا. اوكي طيب انا بالنسبه لي فين الانود وفين الكاثود بتاعي؟ اولا انا عايزاكم تركزوا انه بالنسبه لي الانود اهو، وهعمله كده مخطط، ده ريبريزنتنج الانود which is zinc، ده الزنك انود، واحنا عارفين في الجلفانيك سيل ان الانود نيجاتيف. طيب فين الكاثود؟ اهو برضو هعمله مخطط كده عشان اقول ان ده عبارة عن ميركريك اوكسايد which is كاثود مع جرافايت، ده ريبريزنت الكاثود وهتبقى التشارج بتاعته بوزيتيف. المفروض ان الالكترولايت هو الفراغ اللي بينهم، الالكترولايت هنا عبارة عن الكالاين KOH، في النص بورس سيباريتور فاصل مسامي، ده وظيفته بيورجنايز الفلو اوف ايونز. هو البطارية دي قائمة على كيميكال رياكشن هنشرحه، في ايونز هتمشي ما بين الانود والكاثود، فيبقى ده بورس سيباريتور، بورس سيباريتور فاصل مسامي to organize the motion of ions، بينظم حركة الايونز. السامبل دايجرام اللي احنا رسمينه لك ده بيريبريزنت الميركري سيل، انت كده مش محتاج ترسم غيره. اوكي والمنطقة البيضة دي هي الالكترولايت. طب عايزين نشوف السيل رياكشن، هو الرياكشن اللي في السيل دي بيحصل ازاي؟ بيحصل ان الزنك الانود بيتفاعل مع الميركريك اوكسايد عشان يديني زنك اوكسايد بلس ميركري. لو جينا حسبنا التشارج قلنا اي مثلا الاكسديشن نمبر بتاعه بزيرو، هنا الميركري بوزيتيف 2 هنا الزنك بوزيتيف 2، يبقى الزنك كان زيرو بقى بوزيتيف 2 which is عمليه اوكسيديشن، يبقى ده كان زيرو بقى بوزيتيف 2 this is اوكسيديشن، وفعلا دي بتحصل عند الانود. اوكي طيب بالنسبه للميركري كان بوزيتيف 2
وبقى زيرو. This is reduction، ودي بتحصل عند الكاثود. يبقى انا كده بقيت عارفه ان الانود زنك والكاثود ميركريك اوكسايد، هم دول اللي بتحصل. خلي بالك الانود والكاثود اللي هم طرفي الايكويجن بتاعتنا. عند الانود بتحصل عمليه اوكسيديشن يعني لوزنج الكترونز، وعند الكاثود بتحصل عمليه ريدكشن يعني جيننج الكترونز. طيب انا هعمل ريبريزنتيشن للانود رياكشن والكاثود رياكشن، لان المفروض في اخر حلقات الجالفانيك سيل بنعمل كومباريزن ما بين كل الجالفانيك سيلز اللي عندنا، فبتبقى المقارنه في الانود الكاثود الانود رياكشن الكاثود رياكشن الانود تايب والكاثود تايب والانود رياكشن والكاثود رياكشن والسيل رياكشن، ده غير الاي ام اف بتاعتها وغير السيل سيمبول. فانا هقول الداتا بتاعتي هنا. اوكي بصوا كده، الاول مبدئيا كده الانود رياكشن، الانود رياكشن بيحصل ايه عند الانود؟ الزنك بيلوز 2 الكترونز ويتحول لزنك بوزيتيف. الكاثود رياكشن بيحصل ايه عند الكاثود؟ بص كده معايا، بيحصل عند الكاثود ايه؟ اهو اهو كده، بص معايا، بيحصل ان الميركري بوزيتيف 2 بيجين 2 الكترونز ويتحول الى ميركري 0. طيب معنى كده ان هو ده الرياكشن اللي حصل عندي في هذه السل. طيب بالنسبه لنا احنا متفقين ان السل دي احنا بنستخدمها في الووتشز والايرفونز. طيب ايه عيوب السل دي؟ ايه السل دي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان انت هي معموله من ميركري، والميركري معروف كيميائيا انه بايزنس، وبالتالي when you get rid of it، لما تيجي تتخلص منها يا ريت نتخلص منها بسيف واي، بطريقه امنه. يعني ايه طريقه امنه؟ يعني ما نسيبهاش عرضه في ايد الاطفال يلعبوا بيها، because the mercury is poisonous. يبقى لما يسالني give reason we must get rid of the mercury cell in a safe way، هقول له because the mercury is poisonous، الميركري الموجود فيها سام. طيب عايزين نعمل السيل سيمبل، السيل دايجرام او السيل سيمبل اوف ذا ميركري سيل. انا عندي الزنك تحول الى زنك بوزيتيف 2، دبل سلاش الميركري بوزيتيف 2 تحول الى ميركري. طيب الاي ام اف بتاعت الباتري دي 1.35 فولت، وتخلي بالك انها بطاريه ديسبوزبل، يعني بعد ما بنخلصها بنرميها، بس اتفقنا هنرميها بسيف واي. هنيجي بقى للسال الجديده اللي عندنا السنه دي والاول مره، او يعني مش السنه دي، هي بقى لها كام سنه كده موجوده في المنهج، اللي هي الفيول سيل. انا بقى في شويه داتا كده عايزه اولادي يبقوا فاهمينها عن الفيول سيل. هي مشكله الفيول سيل ايه؟ انه الفيول سيل لما بنيجي نتكلم عنها لازم تبقى عارف انها هي عباره عن ستيل بوكس، صفيحه، علبه صفيحه. طب الفيول سيل دي لو هي يعني مش قادره اقول ان الانود والكاثود حاجه فيكست فيها، لا، ده الانود والكاثود دول عباره عن جازز انا بسبلاي السيل بيها، يعني علبه صفيحه دي طول ما انا بدخل لها الانود والكاثود جازز، لان الانود والكاثود عندي في الفيول سيل جازز طول ما هي شغاله. لكن لو انا ما عملتش سبلاينج للانود والكاثود جازز، هتكون النتيجه انها هتبطل تشتغل. معنى كده ان انا مش قادره اقول انها هي ما بتتشحنش، يبقى هي برايمري سيل، وفي نفس الوقت طول ما انا جارانتي ان في سبلاينج للانود والكاثود جازز، كل ما انا بدي ضمان ان في سبلاينج للانود والكاثود جازز داخلين الجازز دي، طول ما هي بتخش جوه السيل، طول ما هي السيل شغاله مش هتقف ابدا الا اذا انا وقفت السبلاينج للانود والكاثود جازز. عايزين بقى نتعلم مع بعض رسمه الفيول سيل. طيب بصوا معايا مبدئيا كده، خلي بالنا ان الفيول سيل هي دي غالبا السيل اللي بتشتغل فيه الروكتس، وبتبقى ليها فاليو كبيره جدا في ايه؟ انها بتسبلاي الروكت بانرجي، وفي نفس الوقت هي بتستعمل جازز الروكت عايزها، يعني الجاسس دي داخله في الاجنيشن سيستم بتاع اللونشنج بتاع الروكت، يعني خط الاقلاع بتاع الروكت بيبقى فيه سبلاينج لمجموعه من الجاسس، عشان الجاسس دي لما تبرد تدي الفيرست بوش
او الفيرست مومنتوم للروكت عشان يتحرك. الجازز دي هي هيدروجين واكسجين، طب ما هي اوريدي الفيول سيل بتشتغل بالهيدروجين والاكسجين جازز از انود وكاثود. تكون النتيجه ان السيل دي فيها ميزه، اولا هي بتستعمل جازز موجوده في الروكت سيستم، ثانيا انها بتبروديوس انرجي لانها برايمري جالفانيك سيل يعني سورس اوف انرجي. نمبر 3 هي كمان بتبروديوس او بتسبلاي السيستم اوف ذا روكت باي ووتر، والووتر دي بتكون بيور ووتر ميه نقيه جدا، لان من واحد من المخرجات بتاعت السيل دي الووتر. فالاسترونوتس رواد الفضاء اللي راكبين الروكت او الصاروخ بيبقوا عندهم سورس اوف ووتر، مصدر ميه بيشربوا منه عن طريق الفيول سيل. يبقى الفيول سيل بتديهم انرجي، بتديهم ووتر للاسترونوت تو درينك during ذا جيرني. طيب تعال نشوف مع بعض اصلا هي الرسمه بتاعت الفيول سيل بتشتغل ازاي. بص معايا كده على الداتا شو، هنرسم مع بعض الفيول سيل، واحنا اتفقنا واحنا بنرسم لازم تبين لي الانود والكاثود والالكترولايت. اوكي يلا نبدا مع بعض شكل الفيول سيل. انا عايزاك تبص معايا كده على المنظر اهي، ادي منظر الفيول سيل، هي بالنسبه لنا مش اكتر من بوكس، ده كده سيستم ستيل كده. طيب بصوا بقى كده معايا اهو، اللي في النص ده الالكترولايت، وهنا في بورس سيباريتور من الجرافايت. انا عندي انا بدخل الجاسس بتاعتي اللي هي الهيدروجين جاز، وهنا متوصل الانود بالكاثود بجهاز فولتميتر عشان لو في الكرنت يعني تو بي ديتكتد، فولت ميتر او لامب. اولا انا بدخل هيدروجين واكسجين في الانود والكاثود بتوعي وبيخرج لي ميه. طب انا عندي من هنا انا بدخل الهيدروجين جاس، اوكي طيب، وانا من هنا بدخل الاكسجين جاس. طيب انا عايزه اعرف هو ايه اللي بيحصل في القصة دي. اللي بيحصل ان الهيدروجين جاز بيلوز 2 electrons ويتحول ل 2H positive ion. طيب العملية دي عملية اوكسيديشن، يبقى اكيد بتحصل عند الانود. فانا كده متوقع ان طالب هيقول لي ان الانود هو الهيدروجين جاز. انا عايز اقول لك ان الانود هنا او الكاثود هنا هو عبارة عن البورس جرافايت ده، بمعنى ان هو عباره عن ستيل كونتينر لايند باي بورس جرافايت، متبطن بطبقه الجرافايت، هو ده الانود. يبقى الانود بتاعي عباره عن بورس جرافايت، اوكي، وبيحصل عنده الاكسديشن بتاعه الهيدروجين. طيب بالنسبه للاكسجين الدخله من هنا بيحصل له ايه؟ الاكسجين، الاكسجين عندي اهو انا مدخله اكسجين جاز عشان ياخد 4 الكترونز ويتحول الى 2 اوكسيد 2 نيجاتيف، which is عملية ريدكشن. ده بيحصل هنا ان الاكسجين بيجيله 4 الكترون، يعني انا عشان اظبط البالانس بتاعي لازم احط هنا 2 عشان اطلع ال4 الكترون اللي هو بيتكلم عليهم، وهنا يبقوا ال4 الكترون، وهنا 4H بوزيتيف. الإكويشن اللي على اليمين دي بتحصل عند الكاثود اللي هو برضو بالصدفة بورس جرافايت. طب احنا ده ملخص الموضوع اللي بيحصل، احنا عايزين نشوف الاوفرول إكويشن ونشرح الإكويشنز بتاعت الرياكشنز اللي بتحصل جوه الفيول سيل. هنمسك مع بعض دلوقتي اللي بيحصل بالظبط، ان الهيدروجين جاز وهنا طبعا الإلكترولايت بتاعي KOH برضو، ده الالكترولايت بتاعي. اللي بيحصل الهيدروجين بيدخل من هنا بيطلع التو الكترونز او الاربعه الكترونز بيمشوا في السلك هنا وبيتحول لتو اتش بوزيتيف ايون بيبقوا هنا. ونفس الكلام للاكسجين ان بيجي له الاربعه الكترون وبيتحول الى اوكسيد ايون، فبتكون النتيجه ان انا بيخرج لي من هنا ومن هنا الووتر 2H2O، الميه بتخرج لي من هنا وهنا، لان ارتباط الاكسيد النيجاتيف بالهيدروجين البوزيتيف بيعمل لي الميه اللي بتخرج. ده الاوفرول اللي بيحصل. وطبعا دور الالكترولايت انه برضه قلنا انه بالايونز بتمشي جواه سواء الاتش بوزيتيف او الاكسيد نيجاتيف. يعني الاوفرول ايكويشن هتبقى 2H2
بلس وده جاس، بلس او 2 وده جاس، هيديني 2H2O. طيب انا بالنسبه لي الاي ام اف بتاعت السل دي ب 1.23 فولت، اوكي كده. طيب دي كده بالنسبه لي الاوفرول الرسمه والايكويشن اللي عند الانود وعند الكاثود. الحقيقه في ستابس عايزه ابني وهو بيدرس الفيول سيل يبقى فاهم بالظبط هو ايه اللي حصل عشان نوصل للمشهد اللي قصادنا ده، وتخرج الميه وتخرج الانرجي اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا تفاعل تكوين الميه هو تفاعل اكزو ثيرميك. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل عند الانود وعند الكاثود. نبتدي مع بعض نشوف الرياكشنز ات ذا فيول سيل. يبقى الرياكشنز in reactions in fuel cell. هنبتدي الاول بالانود اوكسيديشن رياكشن. اللي حاصل ان هنا الالكترولايت بالاو اتش بتاعته جزء من الرياكشن اللي هو الانود بتاعنا البورس كاربون. اللي بيحصل بالظبط ان الهيدروجين جاز بيرتبط مع 4 او اتش نيجاتيف من الالكترولايت ويدونا 4 ميه بلس 4 الكترون. انا عايزه احنا دلوقتي عندنا التفاعل ده اوكسيديشن، فلازم تبقى عارف ان الاوكسيديشن بوتنشال بتاع الجزء ده من التفاعل 0.83 فولت. خلي بالك في مره في امتحان ثانويه عامه جم سالوه على الهيدروجين اوكسيديشن بوتنشال. ناس كتيره بتتصور انه الهيدروجين اوكسيديشن بوتنشال دايما بزيرو. يا جماعه احنا قلنا ان الهيدروجين اوكسيديشن بوتنشال بيبقى بزيرو في حاله خاصه جدا، في حاله اذا كان الهيدروجين بريشر 1 اتموسفيريك بريشر، واذا كان الكونسنتريشن بتاع الشي او الستاندرد هيدروجين الكترود 1 مولر. غير كده يعني الهيدروجين في الحالات دي فقط في الشي او في الستاندرد هيدروجين الكترود بزيرو. لكن في الفيول سيل الاكسيديشن بوتنشال اوف هيدروجين بكام؟ ببوزيتيف 0.83 فولت. فبليز تيك كير من المعلومه دي لانها جت مره في امتحان ثانويه عامه في سؤال تشوز. يبقى الهيدروجين اوكسيديشن بوتنشال في الفيول سيل بكام؟ ب 0.83. واللي كان حاطط السؤال بصراحه كان يعني دماغه كويسه قوي انه حاط لك من ضمن الاختيارات الزيرو. مش قادر اقول لك عدد الطلبه اللي اختاروا الزيرو، ان الهيدروجين على طول بزيرو. يا جماعه بزيرو في حاله واحده بس، في حاله الشي الستاندرد هيدروجين الكترود اللي هو 1 اتموسفيريك بريشر 1 مولر كونسنتريشن اوف اتش سي ال. طيب ده الانود اوكسيديشن رياكشن. عايزين نشوف الكاثود ريدكشن رياكشن. يبقى عندي التفاعل الثاني اللي هتكلم عليه الكاثود ريدكشن، اهو الكاثود ريدكشن رياكشن. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل عند الكاثود. اللي بيحصل عند الكاثود ان انا عندي الـ O2 بيتفاعل مع 2 ميه بلس الاربعه الكترون اللي جوله من عند الانود ويكون لي الاربعه او اتش اللي هم راحوا للانود. يعني الاربعه او اتش دول جم هنا، اوكي. انا بالنسبه لي ما تنسوش ده جاس، ده اكويس، ده فيبر، هنا ده جاس، ده ليكويد، اوكي، وبيطلع لي ده اكويس. الاربعه او اتش خرجوا من عند الكاثود، لاحظ كده خرجوا من عند الكاثود راحوا عند الانود. يعني دي طلعت اربعه الكترون ادتها هنا واربعه او اتش راحوا هنا. خد بالك من الاكستشينج اللي حصل ده. خلاص كده تكون الاي ام اف او الريدكشن بوتنشال بتاع هذا التفاعل، الريدكشن بوتنشال بتاع التفاعل ده هيبقى ايكوال بوزيتيف 0.40 فولت. حضرتك you have to memorize well الاكسيديشن بوتنشال بتاع الهيدروجين عند الانود والريدكشن بوتنشال بتاع الاكسجين عند الكاثود. فبالتالي لما بنيجي نعمل الاوفرول رياكشن فبنشطب. يعني انا دلوقتي لو جاي اعمل اوفرول ايكويشن اهي، بص معايا كده، انا هجمع ايكويشن للاثنين، الاربعه او اتش دخلوا هنا ورجعوا خرجوا هنا يبقوا كنسلوا مع بعض. الأربعة إلكترون خرجوا من هنا ودخلوا من هنا. الووتر دخلنا اتنين وخرجنا أربعة، يبقى الأوفرول اتنين بره.
الاوفرول 2، يبقى الايكويشن النهائيه 2H2، ودي اللي انا كتبتها في الاول، بلس O2 هيديني 2H2O اللي هي فيبر، والاي ام اف بتاعت السيل دي هتبقى ب 1.23 فولت. خلي بالك الحقيقه الفيول سيل طول ما حضرتك بتجارنتي سبلاي الهيدروجين والاكسجين عند الانود وعند الكاثود طول ما هي شغاله، لكن لو وقفت السبلاينج بتاع الهيدروجين والاكسجين هتبطل تشتغل، وما تنساش انها بتدي للاسترونوت انرجي ووتر. طيب انا كده بالنسبه لي خلصت امثله البرايمري سيلز، لاحظناه ان التفاعلات كلها ماشيه في وان دايركشن، عشان كده كان تعريف البرايمري سيل galvanic cells convert من chemical to electric energy through spontaneous irreversible redox reaction. وبعد ما اخلص البرايمري والسكندري سيلز هعمل مقارنتين، مقارنه شامله بين البرايمري والسكندري سيل ومقارنه بين كل انواع الجالفانيك سيل. خلي بالك احنا عندنا البرايمري سيلز اللي خدناهم لغايه دلوقتي، الدانيال سيل اللي شرحنا عليها الجالفانيك سيستم كله اللي هو الانود زنك والكاثود كوبر والالكترولايت، يعني اللي موجود في السولت بريدج صوديوم سلفيت والزنك سلفيت والكوبر سلفيت، دي برايمري سيل. اتكلمنا على الميركوري سيل as a primary cell، اتكلمنا على الفيول سيل as primary cell، يبقى انا كده عندي كام primary cell؟ عندي ثلاثة primary cell، دانيال، ميركوري and فيول سيل. طيب انا دلوقتي هتكلم على السكندري سيل، ايه السكندري سيل؟ لو حبيت اقول لها ديفينيشن قلناها في الكومباريزن، تعالى نكتب مع بعض تعريف السكندري سيلز عشان نفتكرها مع بعض، يبقى انا عندي تعريف سكندري، هي secondary galvanic cells. ايه هي secondary galvanic cells؟ اولا systems convert chemical energy to electric energy through spontaneous reversible، هي دي الكلمة المفتاح، spontaneous و reversible redox reaction، spontaneous redox reaction، therefore it can be recharged، هي قابلة لإعادة الشحن، وبالتالي they have economic value. من مميزاتهم ان انا لما بشتريها وبدفع فيها ثمن، انا الثمن ده هستخدمه لفترات طويله، قابله للشحن زي بطاريات الموبايل. طيب انا بالنسبه لي امثله السكندري سيلز اللي عندي في الكتاب بتاعي، انا عندي المثالين اللي موجودين عندي الليد اسيد باتري او الكار باتري، والمثال الثاني ليثيوم اين باتري. يبقى الاكزامبلز اللي عندي نمبر 1 الكار باتري، والحقيقه الكار باتري ولادي ليها كذا اسم، ممكن اقول ليد اكيوميوليتر which is representing car battery، وهنعرف ليه اتسمت ليد اكيوميوليتر من الستراكشر، ممكن اسميها ليد اسيد باتري وهنعرف ليه برضو من الستراكشر. الاكزامبل الثاني هي الليثيوم ايون باتري، والحقيقه دي هي بطاريه الموبايل اللي هي الموبايل باتري، بطاريه الموبايل هناخد الاستراكشر بتاعها ونفهم هاو داز ات ورك، هي بتشتغل ازاي. هنبدا مع بعض الاول، طبعا البطاريتين دول مثال ان هما كان بي ري تشارجد. هنبدا طبعا الحقيقه الكار باتري من الباتريز اللي يعني بتيجي كتير جدا في امتحان ثانويه عامه، لازم يجي عليها سؤال، لازم يجي سؤال يا اما على الاستراكشر بتاعها، يا اما على الرياكشن اللي بيحصل عند الانود او عند الكاثود، يا اما على الالكترولايت بتاعها، لازم يجي عليها اسئله. عشان كده انا حابه ان انا ابدا بيها الاول، في ان انا الاول اقول لك الاستراكشر بتاعها. اولا هي ليها بوليستايرين كونتينر، العلبة اللي موجود فيها المكونات بتكون من مادة بوليمر اسمها بولي ستايرين كونتينر. ايه قصته ده؟ البولي ستايرين كونتينر او ده عبارة عن هارد رابر مطاط ناشف جدا، مستو ان هو doesn't react with the component of the cell which is mainly sulfuric acid،
يعني البطارية دي جواها اهو سائل، مليانة السائل اللي جواها ده عبارة عن الالكترولايت بتاعي، دايليوت سلفوريك اسيد. طيب انا بالنسبة لي ايه قصة الانود والكاثود؟ تعالوا نشوف. طبعا الانود نيجاتيف والكاثود بوزيتيف. تعالوا نشوف مين الانود ومين الكاثود والرياكشن بيحصل بينهم ازاي. انا عندي هنا الانود بتاعي لاد، عبارة عن لاد بليتس. اللاد بليتس دي عبارة عن بطارية العربية العادية بيبقوا 6 بليتس، 1 2 3 4 5 6، ادي الستة بليتس filled with molten lead، مليانين lead سايح act as anode. هي بتبقى العمود الواحد من دول لو حبيت اكبره ولادي هيبقى شكله عامل كده اهو اهو، ده شكل العمود، ده مش عمود، هو بليت كده، شريحة، الشريحة دي من جوه سميكة اهي ليها تخانة، البوكس ده من جوه متقسم مربعات مليانة من جواها اهي مولتن ليد، ده الانود اهو جواها مولتن ليد، الليد السايح ده ريبريزنت مين؟ الانود. اوكي، يبقى انا عندي الانود، نركز كده في الرسمه، الانود اللي هو النيجاتيف ده المولتن ليد. طيب ده بالنسبه للانود. بالنسبه للكاثود بتاعي انا هرسمه بلون تاني عشان نبقى واصلين بينهم، هي عبارة عن برضو lead plates filled with lead oxide paste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. برضو البليت الواحد منهم لو حبيت أكبره ونشوف شكله هو عبارة برضو عن 3D net، شبكة 3D يعني دي سمك كده من ورا مليانة، طبعا كل ده شبك مليانة من جوه ليد داي اوكسايد، كل ده شبك عندي اهو ومليانة ليد داي اوكسايد which is كاثود اهو، ده الكاثود وده الانود. انا كده رسمتهم لك، فرقت لك بينهم في الشكل، وده الانود. تعالوا، وطبعا كده الانود انا عرفته والكاثود، والالكترولايت بتاعي هو الدايليوت سلفوريك اسيد. البطاريه لما بتكون فولي تشارجد بتبقى الدنسيتي بتاعت السلفوريك اسيد حوالي من 1.28 to 1.3 جرام بير لتر، ده الدنسيتي اوف سلفوريك اسيد، ده لو كان او جرام بير لتر او جرام بير سنتيمتر كيوب، ده لو البطارية فولي يبقى density of sulfuric acid in case of fully charged battery، لما تكون البطارية مشحونة تماما هتبقى density بتاعت السلفوريك acid الرقم ده. هو density بتتقاس بإيه؟ بتتقاس بجهاز اسمه الهيدروميتر. الهيدروميتر الحقيقة ده عبارة عن بلاستيك روت كده، عصاية بلاستيك ومن جوه فيها هواء، وفي نفس الوقت عليها سكيل تدريج، حضرتك بتحطها في الليكويد بيحصل لها فلوتنج برقم معين حسب الدنسيتي بتاعت الليكويد. فجهاز الهيدروميتر ده مسؤول عن قياس الدنسيتي اوف سلفوريك اسيد. فلو لقيت ان البطاريه الدنسيتي بتاعت السلفوريك اسيد الرقم ده تبقى البطاريه فولي تشارجد. لو الرقم بقى less than if become less than 1.2 جرام بير سنتيمتر كيوب يبقى it needs to be recharged. يبقى هنا needs recharging، محتاجة إعادة شحن، يبقى هتحتاج إعادة شحن لو الدنسيتي بتاعت السلفوريك أسيد قلت عن 1.2 جرام بير سنتيمتر كيوب. إيه بقى اللي هيخلي الدنسيتي بتاعت السلفوريك أسيد تقل عن الرقم ده؟ أكيد الرياكشنز اللي هتحصل جوه السل. طب تعالوا نشوف، انا دلوقتي البطاريه اشتريتها جديده وحطيتها في العربيه وعايزين نشوف هي بتشغل العربيه ازاي، او الرياكشنز اللي بتتم عند الانود والكاثود بتتم ازاي. بصوا كده معايا انه في الكار باتري اهي الانود رياكشن، ايه اللي بيحصل عند الانود؟
مبدئيا كده انت عندك الليد بيتفاعل مع السلفيت بتاع الالكترولايت وبيطلع لي، طبعا دي عمليه قلنا ايه، اوكسيديشن، فخلي بالك الليد سوليد والسلفيت اكويس، بيطلع لي ليد سلفيت، فهنا كان زيرو بقى بوزيتيف 2 which is عمليه اوكسيديشن، يبقى دي بتحصل عند الانود وبيطلع لي 2 الكترون. الاوكسيديشن بوتنشال للتفاعل ده 0.36 فولت، وحضرتك يو هاف تو ميمورايز ات ويل، لازم تبقى عارفه. طيب كده السلفوريك اسيد ال H2SO4 بقى فيه ليد سلفيت، طالما بقى فيه ليد سلفيت يعني تركيز السلفوريك اسيد هيبتدي يقل، الكونسنتريشن بتاعه هيقل، طالما التركيز قل يبقى الدنسيتي كمان هتقل، تكون النتيجه ان ده معنى كده البطاريه بدات تشتغل ويحصل جواها تفاعل. طيب الاثنين الكترون اللي طلعوا مع الانود هيتحركوا جوه اسلاك ويوصلوا للكاثود من خلال دايره الكهرباء بتاعه العربيه، يبقى انا كده هتكلم على الكاثود كار باتري رياكشن، الكار باتري كاثود رياكشن. طيب تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ببساطه شديده جدا ان الليد دايوكسيد بيتفاعل مع 4 اتش بوزيتيف من السلفوريك اسيد مع واحده سلفيت، وياخد الاثنين الكترون اللي جايين له من عند الانود، فيتحول لليد سلفيت بلس 2 ووتر. البوتنشال او الريدكشن بوتنشال بتاع الجزء ده من الايكويشن 1.69 فولت. لو جمعت الرقم ده مع ده، يبقى لو جمعنا الاوكسيديشن بوتنشال بتاع الانود عشان نجيب الاي ام اف، مش ده اللي عملناه الحلقه اللي فاتت، بلس الريدكشن بوتنشال بتاع الكاثود، هيطلع لي الرقمين مع بعض، الاجابه هتطلع لي 2.05 فولت. خلي بالك دول فور 1، يعني فور انود وكاثود از 2 بليتس، انا عندي هنا حاطه 12 بليت، يعني انت لو بصيت كده معايا اهي، انا حاطه 6 انود و6 كاثود، كل اتنين الفرق بينهم 2.05، فتبقى الاي ام اف للباتري كلها انا هضرب ال 2.05 في 6 تطلع تقريبا 12.3 فولت تقريبا، فتقريبا 12 فولت. حصل مره في امتحان ثانويه عامه قال له ان بدل ما اجيب 6 بليتس انا عندي كده 6 بليت انود و6 بليت كاثود، فعشان كده ضربت الرقم ده في 6. لو خليتهم 12 بليت انود و12 بليت كاثود، هتبقى الاي ام اف بتاعت البطاريه دي كام؟ 24 فولت. وفعلا هي دي الاي ام اف بتاعت العربيات الكبيره اللي هي التريلات، بطاريه العربيه التريلا بتبقى حوالي 24 فولت لانها عباره عن 12 انود و12 كاثود. طيب بالنسبه لي ده تفاعل ايه؟ الديسشارج. يعني ايه الديسشارج؟ التفريغ. يعني انا اشتريت البطاريه جديده وبدات البطاريه تشتغل وتنور لي حاجات في العربيه وتشغلي التكييف وتعملي كل حاجتي، يبقى ده عمليه ديسشارج. اللي بيحصل بقى حضرتك ايه؟ ان حضرتك طول ما العربيه شغاله في حاجه جوه العربيه اسمها الدينامو. الدينامو ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان طول ما العربيه دايره يعمل ريتشارجنج للباتري فيرست باي فيرست، يشحن بطاريه العربيه اول باول. عشان كده لما بنيجي نسافر، وطبعا غلط ان احنا نسيب البطاريه جوه العربيه لانها هتبوظ، فلو شلنا البطاريه، او يعني هنفترض ان انا نسيت البطاريه جوه العربيه، هرجع الاقي البطاريه نايمه. ليه؟ لان الدينامو ما شحنهاش، لان العربيه ما دارتش. عشان كده يستحسن لو العربيه انا مسافر وسايب العربيه، ان انا اسيب مفتاح العربيه مثلا مع حد قريبي واخليه ينزل يسخنها كل يوم او يوم ورا يوم شويه عشان الدينامو يشتغل والبطاريه تفضل شغاله، خصوصا لو مش هسافر فترات طويله. لكن لو سبت العربيه مثلا اسبوع، هرجع وانا مش مشغلاها ممكن ارجع الاقي البطاريه نايمه بسبب ان الدينامو ما اشتغلش. اذا الاوفرول ايكويجن اللي بتحصل جوه العربيه ايه هي؟ اللي هو تفاعل الديسشارج. انا كده لو جمعت الايكويشنز الاثنين اللي عندي، انا هوريك المنظر اللي احنا وصلنا له. انا عندي هنا ليد وهنا ليد دايكسايد، هنا سلفيت وهنا سلفيت، يبقوا 2 سلفيت و4 اتش بوزيتيف، الاثنين الكترون في الجمع هيروحوا مع بعض، ده خرجوا ورجعوا دخلوا، وهنا الليد سلفيت وليد سلفيت هيبقوا 2 ليد سلفيت و2 ميه. يبقى اذا لما اجي اكتب الايكويجن، يبقى الاوفر اول ايكويجن ان كار باتري ليد بلس
lead dioxide خلاص بلس 4 H positive بلس 2 سلفيت نيجاتيف aqueous aqueous. السهم بتاعي رايح وراجع، ده indicating انها secondary cell. الاتجاه الرايح هو اتجاه discharge اللي هو التفريغ، يبقى اكيد العكس هو مين؟ التشارج، الشحن. اتجاه الشحن هو الاتجاه العكسي، هيديني 2 lead sulfate aqueous واتنين ميه. طبعا خروج الميه ده بيخفف السلفوريك اسيد اكتر واكتر، تكون النتيجه ان انا لازم وتبقى الاي بتاعت الاي ام اف بتاعت السل ب 2.05 فولت لازم، ده اللي بيخفف السلفوريك اسيد، فبتكون النتيجه ان احنا بنحتاج من وقت للتاني ان احنا نعمل لها اعادة شحن، بتبقى عند الكهربائي بنروح نودي البطارية عشان نشحنها. طبعا نشحنها ازاي؟ انت حضرتك بتقولي الدينامو بيشتغل بكده، ايوه الدينامو هيبقى ليه ليميت، لكن وانس يعني في وقت مع فترة طويلة من الاستعمال هنبقى مضطرين نعمل لها تشارجنج عن طريق كونكتنج تو اوتر سورس اوف الكتريسيتي، ان انا اوصلها بمصدر كهرباء higher than it slightly higher than it، يعني اوصلها ببطارية عربية تانية بس تكون البطارية التانية مشحونة، هي برضو 12 فولت زيها بس البطارية التانية مشحونة وانا بطاريتي فاضية، فباخد من شحن البطارية دي بشحن بطاريتي. خلي بالك وهي بتفضي هي جلفانيك سيل، وهي بتتشحن هي الكتروليتيك سيل. واحنا اتفقنا ايه الفرق بين الجلفانيك والالكتروليتيك؟ الجلفانيك بتبروديوس كارنت، الالكتروليتيك بتريسيفز كارنت، وده اللي بيحصل في الجلفانيك. الانود نيجاتيف، في الالكتروليتيك الانود بوزيتيف، في الجلفانيك الكاثود بوزيتيف، في الالكتروليتيك الكاثود نيجاتيف. يعني بالبلدي كده التشارج بتاعت البولز بتتقلب، اللي هي يعني الانود عندي بيفضل ليد بس بيبقى التشارج بتاعته بوزيتيف ساعه الشحن. يبقى تخلي بالك انه لو سالك مين الانود والكاثود في الالكتروليتيك سيل ساعه تفاعل التشارجنج، وده حصل في 2014، انه الانود عندي ليد، ده الانود، والكاثود عندي اللي هو الليد دايكسايد، انا ما غيرتهمش بس اللي اتغير التشارج بتاعتهم، لان التفاعلات بيحصل لها ايه؟ بتريفرس، بتتعكس. يعني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عند الانود والكاثود ان الدنيا بتتعكس، يعني التفاعل بيرجع في اتجاهه العكسي. اوكي، فانا عايزاكم تركزوا في المعلومه دي كويس جدا عشان مهمه قوي. طيب احنا بالنسبه لنا كده خلصنا كل شغل الكار باتري، وانا كنت عايزاك في الاخر تبقى فاهم الفرق بين الديسشارج والتشارج، فانا هعمل لك جدول كده لطيف صغنطوط افرق لك بين الكار باتري وهي جلفانيك، والكار باتري وهي الكتروليتيك، يعني الكار باتري وهي بتديسشارج والكار باتري وهي بتشارج. انا هعمل ده جدول كده لطيف يجمع الفكره في دماغ ولادي عشان ما يبقاش حد من ولادي الموضوع مش واصل له. يبقى انا دلوقتي هتكلم على مقارنه بين الكار باتري ديسشارج وهي شغاله كجلفانيك سيل، والكار باتري وهي بتتشارج بتتشحن وهي شغاله كالكتروليتيك سيل. دلوقتي بشويش كده انا عندي اولا الاوفرول ايكويجن، البي بي سوليد بلس بي بي اس او 4 سوليد بلس 4 اتش بوزيتيف بلس 2 سلفيت نيجاتيف، ده تفاعل في اتجاه واحد، ده تفاعل اتجاه الديسشارج، هيديني 2 ليد سلفيت بلس 2 ميه. خلاص ده تفاعل الديسشارج، تفاعل للتشارج. امسك الايكويشن اقلبها، هيبقى 2 ليد سلفيت، هعملها بلون تاني عشان تبقى مميز بينهم، هتبقى 2 ليد سلفيت بلس 2 ميه، سهم رايح اتجاه التشارج الشحن، هيديني ليد بلس ليد سلفيت بلس 4 اتش بوزيتيف بلس 2 سلفيت. سوليد سوليد، هنا دي ليكويد، هنا ده ايكويس،
طبعا ما تنساش انه الفيزيكال ستيت مهمة، اتنين سلفيت اكويس. خلي بالك في طالب ممكن يكتب دول اتنين سلفوريك اسيد، ودي اجابة صح مش غلط. طيب ده الفرق بين الديسشارج والتشارج في الرياكشن. طيب نخلي بالنا، انا عندي هنا الانود ليد بس التشارج بتاعته نيجاتيف، هنا الانود ليد بس التشارج بتاعته بوزيتيف، هنا الكاثود، هنا عندي الكاثود، هنا دي بي بي او 2 او 2 وهنا بي بي او 2. هنا الكاثود ليد دايكسايد والتشارج بتاعته بوزيتيف، هنا الكاثود ليد دايكسايد بس التشارج بتاعته نيجاتيف، يعني انا ما غيرتش الماتيريال بتاعت الانود والكاثود، هو اللي اتغير التشارجز بتاعتهم، لان ساعتها انا بوصله باوتر سورس فبقلب التشارج، يعني انا ساعتها الانود بوصله ببوزيتيف فبتبقى التشارج اللي واصله له بوزيتيف. اوكي، هو الفرق مش في الماتيريال، الفرق بس في الساين. اوكي خلي بالكم من القصه دي. وطبعا هنا بتبروديوس كارنت، هنا بتريسيفز كارنت. كده احنا زي فرقنا بين تفاعل التفريغ وتفاعل الشحن بتاع الكار باتري او الديسشارج والتشارج. طيب هنعمل نفس السيستم في الليثيوم ايون باتري، احنا قلنا ان الليثيوم ايون باتري هي بطارية الموبايل. احنا عايزين بس نفهم ان بطارية الموبايل دي عبارة عن طبقات، الطبقات دي ملفوفة ورا بعض عشان تعمل لي حجم البطارية الصغير اللي حضرتك بتشوفه، يعني البطارية الحجم المبطط اللي حضرتك بتشوفه جوه الموبايل ده هو مش اكتر من لايرز، طبقات ملفوفة ورا بعضها، اللفة دي انهم فضلوا يلفوهم، ادي مثلا طبقة انود، بعدين الكترولايت، بعدين كاثود، طبقة بعدين انود كاثود الكترولايت كاثود، فضلوا بقى اللايرز دي يتكرروا جوه ولفوا ولفوهم جوه بعض، فعشان كده هي متبططة لكن هي في الأصل شرايح جوه بعضها ملفوفة زي السبرينج رولز كده. اوكي دي دي الموبايل باتري. طيب مين الانود ومين الكاثود والاي ام اف بتاعتها بكام وليه اتسمت ليثيوم ايون باتري واشمعنى الليثيوم اللي مختارينه، في ايه مميز يعني، عشان ناخده لانه السنه اللي فاتت جه سالهم على الموضوع ده. تعالوا الاول مع بعض نعمل زي دايجرام تخطيطي بسيط لشكل الليثيوم ايون باتري. نكتب كده مع بعض ليثيوم ايون باتري، ليثيوم ايون باتري. بصوا بقى يعني احنا هنركز مع بعض كده شويه، القصه كلها ببساطه شديده في الرسمه اهي، برضو الليثيوم ايون باتري فيها شحن وفيها تفريغ. اوكي اولا هي دراي وريتشارجبل ويوزد ان موبايل وفي اللابتوب في المودرن كارز انستيد اوف ليد اسيد باتري، ميزتها انها في سمول سايز وبتطلع بوتنشال عالي جدا، يبقى نخلي بالنا ان الادفانتجز بتاعتها نكتب كده مميزاتها، سمول سايز ريتشارجبل قابله للشحن، وطبعا ده لانها سكندري سيل، في نفس الوقت بروديوس هاي بوتنشال relative to its small size، مقارنة بحجمها الصغير هي بتطلع produce high potential relative to its small size، مقارنة بحجمها الصغير هي بتطلع potential عالي جدا. طيب أنا عندي ليه حطيت فيها الليثيوم؟ لأنه عنده اولا هو lightest metal وفي نفس الوقت lowest reduction potential يعني highest oxidation potential، يعني هو بالنسبة لي lowest اقل reduction potential واعلى oxidation potential، يعني هو anode زي الفل جدا. يبقى لما يقول لي give reason lithium ion battery use lithium metal as anode، بالنسبة لنا الليثيوم كان هو الانود او ليه استخدمنا الليثيوم.
الأسباب because number one it is lightest metal أخف metal has lowest reduction potential يعني بالبلدي highest oxidation potential يعني هو التوب في الالكتروموتيف سيريز هو على قمة الالكتروموتيف سيريز فبالتالي هتطلع لي بوتنشال حلو جدا هتطلع لي كهرباء كويسة جدا الريدكشن بوتنشال بتاعه بنيجاتيف 3.04 فولت وطبعا معنى كده ان الاكسديشن بوتنشال ب 3.0 فولت اوكي طيب تعالوا نشوف هي بتشتغل ازاي طبعا انا عندي ليثيوم هو اللي انا شغاله بيه فان شاء الله باذن الله يعني هحاول باذن الله الحلقه الجايه ان ارسم معاكم الشكل بتاع الباتري دي ونشرح تفاعلاتها بتتم ازاي هي بطاريه مهمه جدا وخلي بالكم بتيجي في الامتحانات لانها برضو عامله زي الفيول سيل نازله في المنهج ما بقالهاش سنتين فبالتالي لسه الاسئله بتاعتها كلها ما جاتش فبالتالي موضوع اسئله ومتوقعه جدا في امتحانات الثانويه العامه السنه دي فيعني انا ان شاء الله يعني عايزاكم تستنونا في الحلقه الجايه ان شاء الله هنبدا شرحنا بالليثيوم اين باتري كان نفسي وقتي النهارده يكفي اخلصها بس مش مشكله كده كده احنا هننهي ان شاء الله الحلقه الجايه او يعني الحلقه الجايه لما هنشتغل هنشتغل الليثيوم اين باتري ولازم اعمل كومباريزن ما بين الخمسه جالفانيك سيلز وانهي ما بين بكومباريزن ما بين الجالفانيك ما بين البرايمري سيلز والسكندري سيلز كواحده مور ديتيلد عن اللي احنا بدانا بيها عشان كده ان شاء الله I'll wait for you for the next session السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.